طبعا اجتماعنا اليوم كان في مبنى المجلس التسييري ببلدية طبرق، وكان يتمحور على آلية توزيع الغاز وحرص المجلس التسييري صراحة، ومشكورين على هذه اللفتة ان بحيث ان لضمان توصيل هذه السلع للمواطن في اي وقت ومن خلال الاسعار المتفق عليها. طبعا شركة البريغة لتسويق النفط من ضمن اهتماماتها هي حرصها الدائم على ان تكون السلع متوفرة في جميع الاوقات وفي في 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 جميع الاماكن التي معنية هي بتوزيع هذه السلع. تم ايضاح بعض النقاط التي كانت ممكن غايبة على بعض المسؤولين في هذه البلدية، بأن شركة البريغة لا توجد لديها أي مشاكل فيما يخص آلية توزيع الغاز، سواء كانت عن طريق عجلة الإنتاج، بحيث أن مسخرين نحن فريق والحمد لله أن عندهم سير إنتاج متفق عليه بآلية معينة، بحيث أن يتم توفير الغاز الطاهي للبلدية طبرق في خلال 3 أيام في الأسبوع، وثلاث أيام أخرى للبلديات المجاورة المعنية في نطاق مستودع طبرق. نحن متواجدون الآن في قاعة اجتماعات في المجلس التسييري ببلدية طبرق، وكان اجتماع مهم جدا برئاسة السيد فرج بخطبية رئيس المجلس التسييري مع شركة البريغة وبحضور أعضاء المجلس التسييري وأيضا عدد من موزعي الغاز للبحث مشكلة نقص الغاز في مدينة طبرق والتي شهدتها الأيام الماضية. شركة البريغة أخلت مسؤوليتها بأن الإنتاج قائم ومميز وممتاز جدا، ولكن ربما هنالك سوء في التوزيع. رئيس المجلس التسييري له اهتمام كبير جدا بمشاكل المواطنين، منها نقص الغاز، ولكنه هدد كل المستودعات المخالفة سيتم إغلاقها وعدم إجراء أو استخراج رخص جديدة نظرا لكثرة الموزعين، ونظر وبحث رئيس مجلس التسييري سيحل كل المشاكل المتعلقة ما بين شركة البريغة والتوزيع والموزعين لكي تصل الاسطوانة بكل سهولة ويسر وبنفس السعر إلى المواطن إن شاء الله. أود أن أبعث رسالة طمأنة لأولاء أمور طلبتنا بأن جميع الإجراءات الاحترازية التي تهم طلبتنا قد تم اتخاذها من تعقيم المدارس وتوفير مستلزمات الوقاية من كمامات ومعقمات وقفازات يتم استعمالها استعمال يومي. عدد الطلبة المزمع عودتهم يوم غدا إن شاء الله 58 طالب موزعة على مدرستين، مدرسة عبد الرحمن البصيري ومدرسة الأمل الثانوية. طبعا شكر موصول لوزارة التعليم على مجهوداتها وعلى الإمكانيات التي قامت بتوزيعها، كذلك الإجراءات التي قامت بها من بداية الجائحة من عرض الدروس في الوسائل القنوات المرئية، وكذلك فتح منصة تعليمية وتوزيع الاستشهادية التي تم توزيعها مجانا على طلبتنا. نحن اليوم في موقع الخط المنهار الواقع في نطاق مركز خدمات الجبهة الغربية الخاص بمحطة الرافة رقم 3. طبعا الخط هذا صار فيه انهيار يوم 1/8/2020 ثاني يوم عيد الأضحى. تم التواصل مع إدارة المنطقة بالشركة، تم التواصل مع المجلس التسييري لبلدية الجابية، وتم التعاقد عن طريق المجلس التسييري لبلدية الجابية عن طريق الحكومة الليبية
مع شركة أعمال المقاولات لتنفيذ أعمال استبدال خط المنهار من نوع مواسير سبستس قطر 500 بطول 34 متر بعمق 4 متر بمواسير نوع بوليثيلين. تم واجهتنا مشكلة هي مشكلة الأنابيب. طبعا تم توريد الأنابيب مدينة البيضة، في مدينة الجابية لا توجد أنابيب بالقطر 500، وتم توريد الأنابيب. هذا الأمر الذي تسبب في تعطيل في تنفيذ الاستبدال فترة 20 اليوم الماضية. نحن تونا لنا 3 أيام بدين في أعمال الحفر، اليوم إن شاء الله أعمال التركيب، والعمل إن شاء الله يصير بشكل مناسب حسب المواصفات. تم افتتاح المصرف الزراعي فرع الجفرة سنة 1973، والمصرف يقدم خدمات لأهل منطقة الجفرة جميعا. والمصرف الآن مكون من عدة مكاتب: مكتب الشؤون الإدارية، مكتب القروض، مكتب التحصيل، مكتب الحسابات، مكتب المراجعة الداخلية، مكتب السندات. ويقدم مصرف خدماته إلى أهالي منطقة الجفرة عن طريق منح القروض لجميع أنواعها: القروض الموسمية، القروض المتوسطة، القروض طويلة الأجل، وقروض خدمات إنتاجية. وكذلك يقوم مصر بمنح قروض السكنية لأهل منطقة الجفرة. القيمة الإجمالية ممنوحة من القروض بلغت 20,284,000 دينار. القيمة المستحقة بلغت 7,251,000 دينار. يعاني المصرف من عدة مشاكل تتمثل في عدم وجود وسائل نقل لمتابعة تحصيل الدين الخاص بالمصرف، وعدم وجود دورات تأهيلية لرفع كفاءة الموظفين بالمصرف، عدم وجود منظومة اتصالات لشبكة الانترنت، عدم وجود منظومة الربط الداخلي بين المكاتب لتسهيل الخدمات بالفرع. نود من جميع الأخوة المقترضين الاتصال بالمصرف لمتابعة الديون المستحقة، ونحن كلنا صدر رحب لاستقبالهم لتقديم مساعدة لهم للوفاء ولسداد قروضهم المستحقة بهذه المنطقة.